قال رحمه الله: فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: نعم، محبة النساء من كمال الإنسان، من كمال الإنسان، بل كانت العرب تعد ذلك من الرجولة، تعد ذلك من الرجولة وكمال الرجولة. فمحبة النساء من كمال الإنسان، أن عنده ميل للنساء ويحب ذلك، فمن صرف ذلك الحب في حرام فبأى بالإثم والوزر، ومن صرف ذلك في الحلال بأن تزوج وعدد في زواجه فيما أباح الله له، فهذا كله من الخير. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء. خير هذه الأمة أكثرها نساء، هذا قاله ابن عباس لسعيد بن جبير، قاله لسعيد بن جبير، قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. يعني هل تزوجت؟ قلت: لا. قال فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. جاء في بعض الروايات هذا الخبر، قال سعيد بن جبير قال لي ولم يخرج وجهي، قال لي ولم يخرج وجهي. ما معنى ولم يخرج وجهي؟ نعم، ولم يخرج وجهي. قال ذلك ابن عباس له: ولم يخرج وجهه، يعني ما طلع شيء من شعر لحيته، ما خرج شيء من شعر لحيته. قال: هل تزوج؟ فقال: لا. قال: فتزوج. قال: ولم يخرج وجهي، يعني ما طلع شيء من شعر لحيتي بعد. طبعا هذا فيها ماذا؟ إيقاظة أو تنبيه، اللحى ما شاء الله، عجلوا بادروا، نسأل الله للتوفيق للجميع. نعم.